നമ്മുടെ കൽബല്ല നന്നാക്കട്ടെ, ആക്കിബത്ത് അല്ലാഹു നന്നാക്കട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലണേ, എല്ലാവരും ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലണം. ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലാത്തൊരു ദിവസം നമുക്കുണ്ടാവരുത്, നമ്മുടെ മക്കൾക്കുണ്ടാവരുത്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഹദ്ദാദ് പതിവാക്കണം. എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലിക്കോളെ. പടച്ചോനെ, ഹദ്ദാദിന്റെ കാവല്, ഹദ്ദാദിന്റെ മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കാണാം. അല്ലാഹു സർവ അദാബിൽ നിന്ന് നമ്മളറിയാതെ നമുക്ക് വരുന്ന സർവ ശർറുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വലിയ കാവലാണ് ഹദ്ദാദ് റാതീബ്. അല്ലാഹുവേ, ഹദ്ദാദിന്റെ ദിക്റുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവ ശർറുകളും തട്ടിമുട്ടലുകളും നീ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹു. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإذ تبدو ما في أنفسكم مخطفوا يعصبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا ضر ما اسمه شيء في الارض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا ضر ما اسمه شيء في الارض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا ضر ما اسمه شيء في الارض ولا بالسماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالاسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالاسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالاسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله وتنوى الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله وتنوى الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله وتنوى الله يا ربنا واعفو عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعفو عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعفو عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المؤمنين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المؤمنين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الهم يا من لعبدي رفع الورم يا فارج الهم ويا كاشف الهم يا من لعبدي رفع الورم يا فارج الهم ويا كاشف الهم يا من لعبدي رفع الورم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم انه لا اله الا الله 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 لا اله الا الله
മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശറഫ വകറമ വജ്ജന വഅല്ലം വറളിയല്ലാഹു തആല അൻഹരി ബൈത്തി തയ്യിബീന താഹിരീൻ വസ്ഹാബിഹിൽ അക്രമീൻ വസ്വാജിഹി തൈറാതി ഉമ്മാത്തിൽ മുഅ്മിനീൻ വതാബിഈന ലഹും ബിഇഹ്സാനി ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ وعلينا معه وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي العلوي ووصوله وفروعه وكافة صلاتنا علي العلوي إن الله يعلي درجات وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نبلغ فل آمين يا رب العالمين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجات ما ينفعنا به وبعلوم وأسرار ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين لصاحب راتب الكبير القدم الشهير اللبيب عبد الله بن علوي اللداد وعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاته في الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر له ويرحم ويسكنه في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيه شر المؤذين ويتقبل الله منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة روح نبينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات وإلى حضرات شيخنا سيم ولي الله المدعون قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات أمي وإلى حضرات من ماتوا منا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي آمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلم وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديارنا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا وأحبابنا من كل مخنة وفتنة وشدة وبؤس وضير ومن سهر ساهر وعين عائن وحسد حسد ومكر ماكر وفتن مفتن وظلم ظالم ومن شر الوباء والطاعون إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعطل لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تحدق ستائنا وعافنا وعفو الله وكلنا حيث قلنا يا عالم السر منا لا تحدق ستائنا وعافنا وعفو الله وكلنا حيث قلنا يا عالم السر منا لا تحدق ستائنا وعافنا وعفو الله وكلنا حيث قلنا يا ربي هيئ لنا من أمننا نشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مرغا يا ربي هيئ لنا من أمننا نشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مرغا يا ربي هيئ لنا من أمننا نشدا
واجعل مقولتك حسنا لنا مددا يا حي يا قيوم أحي القلوب تهيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تهيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تهيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين എല്ലാവരും രണ്ട് കൈയിലോതി കണ്ണും മുഖവും ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ തടവ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മജ്ലിസിൽ വെച്ച വെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിക്ക, അതിൽ അള്ളാഹു ശിഫ തരട്ടെ.